اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية مع الاستاذ دكتور عمرو صقر. انا يعني الدكتور عمرو حقيقه يعني عن اختبار، لا عن تجربه، عن معلومات دقيقه. في ناس راحت قريب للدكتور عمرو وعندها حاله صعبه من السرطان، وبعدين مفيش 6 أشهر او اقل السرطان اختفى. فانا يعني استاذنت الدكتور واستسمحته في انه يكون ضيفنا النهارده. اهلا بيك يا دكتور. أهلا استاذ أهلا. بالقصر العيني طبعا. وايه الحكايه؟ ايه اللي انت قلت لي ان في دواء جديد بس غالي شويه، لكنه بيستطيع ان هو يعمل حاجه كبيره. الحقيقه انا شاكر جدا على استضافه حضرتك. انت حضرتك شرفتنا. الله يخليك. زمان كنا ما كانش عندنا غير العلاج الكيماوي. بقالنا 20 سنة ومن 10 سنين كمان ما كانش عندنا علاج في السرطان غير العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي ده عباره عن علاج بيقضي على الخلايا الخبيثه وجزء من الخلايا الطبيعيه، وهو ده كان العلاج الفعال بالنسبه لنا. وللاسف نتائجه ما كانتش قد كده، والاثار الجانبيه بتاعته سيئه جدا. رهيبه. العالم حصل فيه ايه؟ بقوا يدوروا على الخلايا السرطانيه ويشوفوا التغير الجيني ايه بالظبط. ولما يكتشفوا التغير الجيني يحط دواء يصلح او يوقف التغير الجيني ده. فلما وقف التغير ده المرض صغر راح. فبقينا دلوقتي اي عيان يجي لنا بمرض سرطاني لازم ناخد عينه عشان نعرف نوع الورم، ولازم نحلل الجينات عشان نشوف ايه التغير الجيني اللي عنده. اول ما نعرف التغير الجيني دوت، بالنسبه عاليه دلوقتي بقت في ادويه لكل تغير جيني، احط الدواء ده مع جزء من العلاج الكيماوي البسيط واعتمد اساسا على الدواء ده. العلاج الكيماوي بقى ما فيهوش الحاجات الرهيبه بالظبط، الالام والحاجات دي خالص. بس انا بعتمد ولا اساس تساقط الشعر، ولا برضه في تساقط شعر جزء منه على حسب المرض. بس مشكلة. انا بعتمد اساسا مشكلة في الالم، بعتمد اساسا على العلاج الجديد الموجه اللي يوقف التغير الجيني اللي هو عمل السرطان ده. كل نوع سرطان بيبقى ليه تغير جيني، حتى ممكن تلاقي حضرتك سرطان في الرئه وفي اكتر من جين بيحصل يسبب نفس السرطان. لازم اعرف النوع التغير ده عشان يعني كل نوع السرطان ممكن يحدث من اكتر من جين. بالظبط. يعني حضرتك السجاير بتعمل تغير، الشم الحاجات دي بتعمل جين تاني، الناس بتوع التشويح مادة الفورمالين بتعمل تغير تالت، البخور بيعمل تغير مختلف، كل سبب للأورام بيعمل تغير مختلف. والتغير ده التحول الجيني هو اللي في الآخر يسبب السرطان. لازم أحللها جينية ولازم أشوف التغير ده أي نوع. ده حاجات حديثة خالص صح؟ آه. يعني بقى لنا كم سنة بنشتغل العالم قد إيه وإحنا في مصر؟ بس يعني قبل 2010 ما كناش نسمع عن الكلام ده خالص. آه. وبدا العالم يتطور ويطلع ادويه جديده، والادويه دي تبقى ليها سميه يوقفها، وادويه تانية تطلع فعاليه اكتر، وبقى تسابق العالم يعني كله. كل شهر او كل سنه بيطلع حاجه جديده. حضرتك كل اسبوعين بيطلع حاجه جديده. كل اسبوع احنا قاعدين بس نلاحق العالم بيحصل فيه ايه. يعني احنا دلوقتي عندنا الجمعيه الاوروبيه للاورام، من اسبوعين الجمعيه بتاع سرطان الرئه العالميه. كل اسبوعين في ادويه جديده بتطلع، لان دي حرب، وحرب حلوه جدا وجميل قوي. انا بفضل الله بنعرف التغير ادي علاج يجيب نتيجه. طب العلاج ده بيجيب نتيجه بنسبه 70%، شركات تانية تقوي العلاج شويه تجيب نتيجه 90%، شركات ثالثه تقضي على المرض خالص. سباق جميل قوي. طيب بس حضرتك بتتكلم دلوقتي وكانك اصبحت والعالم اصبح يعلم مسببات السرطان. يعني ايوه كل انواع السرطان دلوقتي بنعرف سببها. ايوه بص حضرتك بكل بساطه، التعرض للتلوث اسهل حاجه ممكنه. سرطان الرئه ايه السبب الرئيسي بتاعه؟ السجاير. هتقول لي حضرتك في ناس ما بيدخنوش. ده سؤال، ده واضح جدا. لا وفي ناس بتدخن وما بيجيلهاش. ده صح. اوضح على حضرتك الفكره الاولانيه، الناس اللي بتدخن سجاير هيجي لها سرطان في الرئه اكيد بعد كام سنه في وقت معين. طب هو ايه اللي بيحصل؟ السجاير بتعمل تحول جيني. البني ادم ده عنده جهاز مناعه بيصلحه، يعمل تحول جيني جهاز المناعه يصلحه، لحد ما في وقت معين جهاز المناعه غير قادر على تصليح التغير ده. لما البني ادم يحبط يزعل جهاز المناعه بتاعه يقع، ساعتها
التخلل او الغلط اللي بيعمله السجاير هتسبب سرطان. عشان كده السرطان بتاع السجاير بيجي في سن متقدم عن سن 70 سنة 75 80 ساعة لما البني آدم ما يقدرش يصلح التغير بتاع السجاير. الأسباب التانية، البني آدم ما بيدخنش بس بيتعرض لملوثات خارجية زي البني آدم اللي بيشتغل في التشويح وعنده فورمالين، بني آدم تالت في مصنع كتير علف، مصانع أسمنت ومصانع بالزبط. كذا ومصانع كذا على حسب التلوث بتاعه. البنزين، الناس اللي بتشتغل في مثلا بنزين طول النهار بيشموا بنزين، فانت كل ده مسببات للسرطان بتعمل مرض. امتى يجي بقى؟ لما البني آدم مناعته ما تصلحش التغير ده، من هنا يحصل المرض. عشان كده بننبه على الناس ان احنا نبعد عن المسببات ديت، نبعد عن التلوث، نصلح جهاز المناعة. ولو كان البني آدم بيدخن سجاير وما يقدرش يوقفها، لا بقى تعالى حضرتك محتاج تكشف عن سرطان الرئة في وقت معين. أي واحد بيدخن سجاير كتير، يعني علبة سجاير يوميا لمدة 10 سنين أو أكتر وفوق سن 50 سنة، لازم يعمل الرسمة، لازم يعمل أشعة مقطعية بدون صبغة سنويا. فرقت جدا. اشرح لي بقى الحتة دي من فضلك عشان الناس تقدر تفهم الحكايه دي، وان كون يعني احنا قلناها كتير لكن محتاجين نقولها ونقولها ونقولها. انه حضرتك بتقول اللي معدي الخمسين وبيدخن او بيتعرض لاي ملوثات لابد انه يكون يعمل ايه؟ الفرق بين ان انا اكشف او ان انا اكشف بعد سنتين واعرف ان عندي؟ لا قدر الله، يعني دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا عندنا سرطان الرئة لما بيجي، والعياذ بالله سرطان مميت، وكل الادويه العادية بتاعت العلاج الكيماوي لما تتاخد في سرطان الرئة الناس عادة بتعيش 6 أشهر 8 أشهر ويموتوا. لما المرض ده يكتشف بدري القصة مختلفة تماما. لما يكتشف بدري المرض ده ممكن يتعالج بجراحة أو إن البني آدم ياخد علاج بالإشعاع وبعد كده يتحلل وياخد حبوب تمنع ارتجاعه ويعيش. متوسط أعمارهم بتبقى 3 سنين فوق 90%، يعني الناس دي هترجع شغلها تشتغل. يعني العيان ده اللي كان عيان ممكن يعيش بعد كده 3 سنين كويس بنسبة 90%، ومش معنى كده انه يعيش 3 سنين بس، ده يعيش عمره كله. جاله مرض وتشال وخف وبقى عايش، والسبب وقف خلاص، بني آدم تاني خالص وسكة تانية خالص. عشان كده احنا بنقول وبنكرر بكل مرة، أي بني آدم بيتعرض لملوثات والملوثات دي بتجيب مرض، اكتشف المرض مبكر. بالنسبة لسرطان الرئة فوق سن 50 سنة، لأي حد بيدخن سجاير أرجوك اعمل أشعة مقطعية. مش بس سجاير، احنا قلنا كل واحد بيتعرض لروائح أو حاجات تماماً. ملوثات مع حضرتك تماما. تمام، كل سنة اعمل أشعة مقطعية تطلع سليمة مع السلامة. طيب ده بالنسبة لنوع من السرطان.